مشاهدينا في كل مكان، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير وأهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد يتجدد بكم والطريق الثالث. 17 أكتوبر، لو قلت لحضرتك 17 أكتوبر 74 ممكن يفكرك بحاجة؟ تقريبا التاريخ ده اللي كان فيه هنري كيسنجر في زيارة لرئيس السادات أثناء المفاوضات على وقف إطلاق النار أو ما بعد وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وكانت الزيارة في أسوان. لم تكن الزيارة فقط للحديث عن حرب أكتوبر وما آلت إليه الحرب، ولكن تطرق الحديث إلى هبة سليم. هبة سليم البنت الدلوعة المصرية حسناء نادي الجزيرة أو نادي الجزيرة اللي كان بيحبها ومولع بها فاروق الفقي. فاروق الفقي هو المقدم في سلاح أو فرع الفرع الهندسي للصاعقة المصرية في هذا التوقيت، وكان برتبة مقدم، ودايما كانت هبة ما بتديلوش وش كويس أو بتعامله بشكل جاف. هبة اتخرجت سنة 63 وحصلت على ليسانس اللغة الفرنسية من جامعة عين شمس، وسافرت في منحة خارجية لدراسة اللغة الفرنسية في جامعة سوربون بفرنسا. وفي فرنسا كانت رحلة جديدة وانطلاقة جديدة لهبة سليم أو حسناء النادي. تعرفت ببنت يهودية اسمها كريستيان، تقريبا كان اسمها كريستيان غيلبرت، هي من أصل بولندي، هي يهودية من أصل بولندي. كريستينا دي أو كريستيان دي كانت الصديقة المقربة إلى هبة سليم، ودايما كان يعني بينهم علاقة وطيدة، لدرجة أن قالت هبة سليم فيما بعد أن كان في بينهم يعني علاقة شاذة. كريستيانا عرفتها بحد يهودي أيضا اسمه أدمون. أدمون ده قبله عرفتها بدكتور في مستشفى سان ميشيل اسمه دكتور بورتوا، وده يهودي أصلا. أدمون اتعرف عليها وتقدم لها أو قدم لها نفسه على أنه صحفي وبيعمل في منظمة لنشر السلام ومناهضة الحروب. الجزئية دي عرفتها كريستيانا من هبة سليم. هبة سليم قالت لها أنا ضد الحرب وضد اللي بيحصل وعايزة السلام يا عم ومش عايزة أي حروب في العالم، ومن هنا كانت الانطلاقة. تقريبا أدمون ده كان ضابط مخابرات إسرائيلي، مش تقريبا هو بالتأكيد كان ضابط مخابرات في الموساد الإسرائيلي، وواحدة بواحدة قام بتجنيد هبة سليم، وبقت هبة سليم مرموقة في السوربون، مرموقة في باريس. بعد شوية بعد ما خلصت المنحة الدراسية سجلت ماجستير أيضا في جامعة السوربون، بدأ يدعوها للانضمام للموساد الإسرائيلي. إزاي ده حصل؟ بدأوا يوروها أفلام سينمائية وأفلام مصورة حول المجتمع الإسرائيلي، وإن المجتمع الإسرائيلي مجتمع ديمقراطي ودي دولة ديمقراطية، والعرب اللي حواليها هم سبب المشكلة وعايزين يلقوا بيها في البحر. بدأت هبة سليم تتقرب وتتودد ويتوددوا إليها، إلى أن تم تجنيدها بشكل مباشر من خلال أدمون الإسرائيلي الضابط في الموساد الإسرائيلي، واللي قام بدعوتها لزيارة إسرائيل عبر جواز سفر طبعا بيكون مزور في هذه الأحيان. بعد هذه الزيارة وبعد تدريبها على كيفية التجنيد وتجنيد العملاء واصطياد الصيد الثمين، كان في ما يسمى بفلاش باك كده، لازم تحكي قصة حياتها. وهي بتحكي قصة حياتها، تعرضت إلى المتطفل بين هلالين من وجهة نظرها، فاروق الفقي اللي كان بيطاردها واللي كان دايما يعني يكلمها في التليفون وتقفل في وشه التليفون وما إلى ذلك. وعرفتهم إن هو ضابط في الجيش وإن هو يعني بيتمنى لها الرضا كما يعني يقال. أدمون سمع الكلمة دي وكانت بالنسبة له وكأنها يعني وجد ضلته المنشودة، ضابط جيش ومتيم بهبة سليم، وهبة سليم كانت حسناء في هذا التوقيت. بالفعل بدأوا يحطوا خطة لتجنيد فاروق الفقي، والخطة كانت عودة هبة سليم في أجازة إلى القاهرة ومقابلة فاروق الفقي ومحاولة تجنيده وأقناعه. رجعت بدأت تروح النادي مع الشلة بتاعتها وبدأت تسأل على فاروق الفقي. وصل الأمر لفاروق الفقي مش مصدق نفسه، هبة بتسأل عني؟ اللي بتصدني هي اللي بتسأل عني؟
وبدأ اللقاء وتقابله وبدأت تعرض عليه بعض الأمور. ما قالتلوش في البداية أن ده شغل للموساد، قالت له دي منظمة للسلام وما إلى ذلك، وفعلا علمته إزاي يبتدي يرسلها ويبعت لها بعض المعلومات الهامة. من حين لآخر كانت هبة سليم بتيجي القاهرة لإعادة تدريب فاروق الفقي، إلى أن جندته بشكل مباشر وبشكل رسمي إحنا بنشتغل مع كذا كذا. طبعا بالنسبة له كان في الوقت ده لا يهمه إلا أو لا يهمه إلا ملذاته وما يحصل عليه من أموال عن طريق هبة سليم، وكانت دولارات في هذا التوقيت. وبالفعل بدأ وتم تجنيده بشكل رسمي. أدمون رفض أن فاروق الفقي يروح فرنسا أو يسيب مصر في هذا التوقيت حتى لا يشك في أحد، وكانت هبة هي العميل المباشر أو مسؤول العملية المباشر مع فاروق الفقي في القاهرة، وبدأت تديله بعض الأحبار السرية والشفرات السرية، وبدأ يديهم معلومات خطيرة جدا. كل قواعد الصواريخ المضادة للصاروخ سام 6 في هذا التوقيت كانت بتتبلغ للعدو الصهيوني، الصبة تتصب دلوقتي قبل الأسمنت ما يجف تكون مضروبة من العدو الإسرائيلي بإحداثيات حقيقية وواقعية ودقيقة. الأمر بدأ يلفت النظر في المخابرات الحربية آنذاك والمخابرات العامة، وبدأ حرب شديدة حول من يسرب هذه المعلومات الدقيقة، لدرجة أن كان في اجتماع في البحرية وكان في قيادات وعدد من الجنود بلغ عنه، وفعلا كان هيتم استهداف هذا المكان لولا أن الندوة خلصت قبل الضرب بربع ساعة. حصل اجتماع تاني، الاجتماع ده كان فيه 6 منهم فاروق الفقي. معلومات هذا الاجتماع تم تسريبها، اصبح اللي في الكورنر او يعني ضاق الخناق على الستة دول واحد منهم هو جاسوس، الى ان جاءت القول الفاصل او جاء القول الفاصل. احدى الخطابات اللي كان بيرسلها فاروق الفقي، انت عارف حضرتك الخطابات بتاعت الجواسيس بتتم ازاي، بيجيب ورقة زي دي كده ويكتب عليها إلى حبيبتي الغالية هبة مثلا كده، يسيب سطر ويكتب أشتاق إليك وحشتيني والكلام ده كله، وبين السطر ده اللي مكتوب بالجف واضح أو بالقلم واضح في سطر تاني بيكتب بالحبر السري. الصف أو الخط اللي بالقلم كاتب في الجواب وأنا ركبت إريال كبير للراديو. الكلام ده كان في سنة 73، وفي 73 للي ما يعرفش أو قبل 73 كان الراديو زمان كان زي التلفزيون برضو زمان، كان له إريال هوائي بيتحط على أسطح المنازل، بس في التوقيت ده كان الراديو ما بقاش له إريال أو هوائي خارجي، بقى الهوائي بتاعه موجود منه فيه. فالكلمة دي لفتت نظر من يراقب هذا الخطاب، إريال وهوائي، لا ده بيتكلم على جهاز لاسلكي هو اللي بيحتاج لإريال هوائي كبير. بالفعل بدأ مسح المنطقة اللي أرسل منها الخطاب، بدأ أجهزة تتبع الإشارات اللاسلكية والكلام ده، إلى أن وصلوا إلى منزل فاروق الفقي، وتحديدا العمارة اللي هو فيها، وتحديدا الشقة اللي بيسكن فيها. وبدأت الخيوط كلها ترتمي على فاروق الفقي، مراقبة دقيقة 24 ساعة، مداهمة المنزل دون أن يشعر، وبالفعل تم العثور على الجهاز. خطة القبض على فاروق الفقي، كل ده لحد دلوقتي المخابرات المصرية لا تدري شيء عن هبة سليم، كل مشكلتها مع الجاسوس اللي على الأرض اللي بينقل الواقع للعدو. بالفعل تم اختار الوقت فؤاد نصار مدير المخابرات الحربية آنذاك، وتم تشكيل لجنة، واللجنة دي راحت للعميد نبيل شكري رئيس الفرع الهندسي اللي هو قائد السلاح عفوا في هذا التوقيت. وكان فاروق الفقي خارج في مأمورية تم استدعائه، دخل فاروق الفقي على مكتب العميد نبيل شكري ووجد لجنة ومجموعة من المخابرات الحربية. أول ما شافهم وعرفوا بيهم اللي هو نبيل شكري قال لهم أنتوا عرفتوا؟
هبة ملهاش دعوة بحاجة. لحد اللحظة دي محدش يعرف مين هبة وإيه علاقة هبة بالعملية. وبدأ ينهار ويحكي كل حاجة. من هنا بدأت مجموعة تانية من جهاز المخابرات التخطيط للوصول إلى هبة سليم. عنوان المراسلات تم مراقبته، تم مراقبة هبة سليم في السوربون، تم يعني وضع خطة، والخطة كانت عن طريق والدها. والدها كان في إعارة لدولة ليبيا الشقيقة في هذا التوقيت وكان مريض، وبالفعل اتصل بها والدها عن طريق خطة غير مباشرة انه دخل المستشفى واتحجز له في المستشفى وعايز هبة تجيله. طبعا في هذه الحالة لابد للمساعد انه يتأكد من مرض والد هبة. بالفعل اتصل بالتليفون، وكان في يعني شغل تم في هذه المستشفى عن طريق الجانب الليبي وكان متعاون معنا في هذه العملية جدا. اتصل المساعد او عن طريق عملائه يعني او عميل له في ليبيا وتأكد من وجود والد هبة سليم. تصعد هبة الطائرة متجهة الى ليبيا، هكذا يفترض. وبالفعل تصل هبة الى ليبيا، وعلى سلم الطائرة تكون هناك مجموعة تصطحب هبة من سلم الطيارة دي وهي نازلة وجاية من فرنسا إلى طيارة مجاورة ليها بالتعاون مع الجانب الليبي وهي طائرة مصر للطيران، وتصعد سلم طائرة مصر للطيران في صحبة ضباط المخابرات المصريين، وهناك المشهد الشهير. القصة دي عبر عنها فيلم الصعود إلى الهوية بطولة الفنانة الراحلة مديحة كامل والفنان العظيم محمود ياسين اللي قام بدور ضابط المخابرات المصري، والفنان جميل راتب رحمة الله عليه، والفنان أيضا إبراهيم خان اللي كان بيمثل دور فاروق الفقي. والمشهد الشهير هي دي مصر يا عبلة، عبلة هنا اللي هي هبة سليم. نرجع لقصتنا في البداية عن هنري كيسنجر. هنري كيسنجر طلب من الرئيس السادات، طبعا اتقدم فاروق الفقي لمحاكمة عسكرية وتم إعدامه رميا بالرصاص، ولنفذ إعدامه هو العميد نبيل شكري. هبة سليم تم الحكم عليها بالإعدام شنقا، وكان لحد اليوم اللي فيه هنري كيسنجر في أسوان بيزور الرئيس السادات لم يكن تم إعدام هبة سليم. ويفتح هنري كيسنجر الموضوع مع الرئيس السادات ويقول له جولدا مائير موصياني وموسطاني أني أتوسط عندك لتخفيف الحكم من إعدام لمؤبد على هبة سليم. يكون رد الرئيس السادات مفاجأة ويقول له يا ريت، بس دي تم إعدامها خلاص. قال له إمتى؟ قال له النهاردة الصبح. وكانت هذه إشارة لمدير المخابرات الحربية آنذاك في صحبته مع الرئيس السادات في أسوان ليذهب بنفسه إلى القاهرة ويشرف على عملية إعدام هبة سليم في هذا التاريخ من العام 1974، ويصدر الستار على قصة هبة سليم وأيضا قصة إبراهيم الفقي. تقريبا معانا صور لإبراهيم الفقي والهبة سليم. هبة سليم القصة جسدها فيلم الصعود إلى الهوية. كانت بطولة مديحة كامل والفنان محمود ياسين أيضا وإبراهيم خان وجميل راتب ومجموعة من الفنانين. أصدر الستار بإعدام فاروق الفقي راميا بالرصاص وإعدام هبة سليم شنقا. ودي صورة من لقاء هنري كيسنجر مع رئيس السادات في منتجع أسوان، وكان اليوم اللي بيتكلم فيه عن هبة سليم وتخفيف العقوبة عن هبة سليم. ودي اللي حضراتكم شايفينها دي اللي بقصة دي كريستيان، دي كريستيان واللي جنبها هبة سليم، دي كريستيان واللي جنبها هبة سليم. وهتشوف دلوقتي صورة فاروق الفقي ضابط الصاعقة، هو ده فاروق الفقي، فاروق عبد الحميد الفقي، ودي هبة عبد الرحمن سليم. وأصدر الستار على هذه القصة في العام 1974. وكده انتهت قصة هبة سليم، أو هي دي مصري عبلة، وعبلة اللي هي هبة سليم. أخرج لفاصل قصير جدا وأعود إليكم لأهم الأخبار اليوم. الصحة والجمال HPC جي تنمية سيناء. إذن يعني يمكن أن يكون هناك اتجاه إلى قرض
من البنك الدولي لعملية تنمية سيناء. أيضا خبر من الحكومة، لازلنا معكم في الحكومة، انتهاء المسح الطبي ل 3.4 مليون مواطن بمبادرة القضاء على فيروس سي، وده اللي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم. التعليم العالي 19 جامعة مصرية من أصل 24 ضمن الأفضل في العالم، وده يعني تصريح للدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي. إحالة مدير مدرسة بشرق اسكندرية للتحقيق، وده يعني على لسان الأستاذة أمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنها تم تحويل مدير مدرسة الخنساء ومسؤول أمن المدرسة وعامل العهدة للتحقيق، وذلك في القصور في أداء واجبهم الوظيفي وخروج قطع من أخشاب الأشجار. اللي حصل في المدرسة دي أن مدير المدرسة قطع الشجر، يعني بدال ما يعلم الولاد يزرعوا شجرة، لا ده قطع الشجر قدامهم، فقامت أو يعني قامت يعني استدرا هذا التصرف الأستاذ عمر عبد الظاهر وكيل وزارة التعليم بالأسكندرية بإحالة هذا المدرس أو هذا المدير وعامل الأمن إلى التحقيق العاجل. لازلنا معكم في التعليم، وولي أمر يعتدي على مديرة مدرسة بمطوة في محافظة كفر الشيخ، وده اللي شهدته مدرسة إصلاح الحمول للتعليم الأساسي في كفر الشيخ. ولي أمر بسبب خناقة بين طالبين قام على إسراء ولي الأمر بمعاتبة مديرة المدرسة وتطور أمر إلى مشاجرة بالأيدي. هنا بصراحة يعني لازم نتكلم، يعني اللي حصل ده طبعا غير مقبول بالمرة، وغير مقبول أن يتعدى ولي أمر مش بمطوة بس ولو حتى باللفظ على مديرة مدرسة أو مدير مدرسة أو معلم، هذا الأمر مرفوض تماما ومستنكر ولا يتم قبوله تحت أي ذريعة ومهما كان اللي حاصل. ولكن احنا بنتكلم في حاجة، سبب المشكلة ايه؟ هتلاقي سبب المشكلة ممكن ان مفيش اشراف، هتلاقي سبب المشكلة ان حصص الاحتياطي كتير في المدرسة، هتلاقي اسباب تعليمية محتاجين نعالجها. هذا ليس دفاعا عن اللي حصل، اللي حصل مستنكر تماما وغير مقبول مش بمطوى باللفظ ان يتم التعدي من ولي امر على مدير مدرسة او حتى مدرس او موظف في هذه المدرسة، غير مقبول بالمرة. ولكن عايزين حلول جذرية، مش عايزين نستنى لو بتحصل مشكلة ونبتدي ان احنا نتصدى للحل. رؤية مصر 2030 هيكون متوسط الكثافة في الفصول 35 طالب. طيب و2019 و2021 هنبقى ايه؟ ما يعني محتاجين يعني حلول قبل 2030. احنا لو فضلنا بهذا الوضع ل 2030 دي قنبلة موقوتة يا جماعة، يعني احنا بنتكلم في قنبله موقوته مستحيل تنتظر من 18 ل 35، يعني 17 سنه 17 سنه عشان نحل مشكله كثافه الفصول. متهيألي يعني الموضوع محتاج مراجعه ونراجع نفسنا شويه. وزيره التخطيط بقى بتقول خفض نمو السكان شرط الوصول بدخل المواطن ل 6000 دولار في 2023. طيب ولو ما خفضناش بقى النمو السكاني هنعمل ايه؟ هنفضل في اللي احنا فيه؟ ما هو لازم يكون في حلول ايضا بديلة، استغلال هذه الكثافة السكانية ان تكون طاقة انتاجية. يعني احنا كده خلاص علقنا الموضوع على الكثافة السكانية، يا جماعة خلاص لازم نخفض الكثافة السكانية لو عايزين دخلكم او متوسط دخل يرتفع الى 6000 دولار. اكيد في حلول تانية. والبورصة تربح 5.7 مليار جنيه وسط تباين بأداء مؤشراتها في نهاية التعاملات لهذا اليوم، وده خبر كويس. واقتصاد مصر سينمو بمعدل 5.3 في السنة المالية 18-19. آخر خبر معانا من الأرصاد، بتعلن طقس الخميس شبورة ومائل للبرودة آخر الليل، خلي بالكوا بقى، والقاهرة 28. بدأنا كده ندخل بقى في جو الشبورة وفي جو المائل للبرودة ليلاً، يعني بالنهار يمكن أن يكون معتدل إلى حد ما، بس بالليل مش هتقدر تلبس لبس خفيف، فنخلي بالنا. وكل سنة وحضراتكم طيبين. أخبارنا انتهت وفقرتنا الأولى انتهت، ولكن لقاءنا بيكم لم ينتهي بعد. بعد الفاصل هنفتح معاكم ملف هام جدا خاص باتحاد المهن الطبية
وهناك بعض الخلافات بين بعض النقابات أعضاء هذا الاتحاد. إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي حاصل؟ الخناقة فيها إيه؟ هنروح لفاصل ونستقبل ضيوفنا ونتكلم عن هذا الموضوع. انتظرونا مشاهدينا وابقوا معنا. مرة ثانية أهلا بيكم، لازلنا معاكم والطريق الثالث، والنهاردة طريقنا لفض الخناقة. عندنا خناقة كده في الاتحاد المهني الطبية، وعندنا خناقة بين النقابة وبين بعض نقابة طب الأسنان بالمناسبة يعني تحديدا، وبين بعض الجامعات الخاصة. إيه اللي بيحصل؟ الاختلافات والأزمات دي ممكن تنتهي إزاي؟ طب بدأت إزاي؟ هتنتهي إزاي؟ خلوني أرحب بضيوفي النهاردة. أرحب بالدكتور خالد أمين زارع، أمين عام نقابة الأطباء بالجيزة. أهلا بيك يا دكتور خالد. أهلا بيك يا فندم. نورتنا يا فندم. شكرا ليك. أيضا أرحب بالدكتور شريف فتحي، عضو نقابة أطباء الأسنان. أهلا بيك يا دكتور شريف. أنا هبدأ مع حضرتك دكتور خالد، باعتبار إن الأزمة الكبيرة قوي في الاتحاد. ناس كتير تعرفش الأزمة دي واصلة لفين. احنا عارفين ان الاتحاد ده عبارة عن مجموعة نقابات مهنية طبية زي نقابة الاطباء، نقابة طب الاسنان، الصيادلة، ونقابة الطب البيطري على ما اعتقد هي النقابة الرابعة اللي بتشكل منها او بيتم تشكيل الاتحاد منها. العرف صار ان نقيب الاطباء تقريبا هو يعني رئيس هذا الاتحاد. هل ده عرف؟ هل ده قانون؟ هل ده بروتوكول؟ ولا مجرد عرف تعرفت يعني الاتحاد عليه؟ طيب الحقيقه بس هبدا اعرف ايه هو اتحاد المهن الطبيه. اتحاد المهن الطبيه هو اتحاد النقابات الاربعه زي ما حضرتك تفضلت وذكرت، نقابه الاطباء والصيادله والاسنان والبيطريين. تم انشاؤه بقانون سنه 83. القانون ده محدد شكل الاتحاد، اعمال الاتحاد، كيفيه ممارسه مهام الاتحاد، الميزانيه، حاجات كتير جدا. يعني محدد التشكيل بالظبط؟ لا، هو محدد جزء كبير من التشكيل. الجزء اللي نص عليه صراحه القانون، احنا ما بنتكلمش على لائحه ولا بنتكلم على عرف زي ما حضرتك قلت. القانون بينص على ان رئيس اتحاد المهن الطبيه هو نقيب اطباء مصر. يعني قانون؟ ده قانون. رئيس الاتحاد مذكور في القانون. طبعا بقاله قد كام؟ من 83 مثلا. من سنه 83 تم انشاء القانون دوت وتم النص فيه على الموضوع ده. النقباء الاخرين للنقابات المهنيه الثانيه زي الصيادله والاسنان والبيطريين المفروض ان هم بيكونوا نواب لرئيس الاتحاد اللي هو نقيب الاطباء. تمام. ويتم تشكيل بقى هيئه المكتب بناء على اختيارات طبعا مجلس اتحاد المهن الطبي بعد ذلك. لحد هنا ادي الامور واضحه كده بالنسبه لي. تمام. طب ايه اللي استجد و يعني يطلع نقيب لنقابة تانية غير مذكورة بالقانون انه يتولى الرئاسة ويتولى رئاسة الاتحاد، وازاي؟ الحقيقة نقيب الصيادلة الضابط دكتور محي عبيد، هو ضابط شرطة قبل ما يكون صيدلي، قبل ما يكون في نقابة الصيادلة. وبعد ذلك دي على فكرة أنا طبعا ده شيء شرف عظيم لأي حد ان هو ينتمي لجهاز الشرطة المصرية، لكن ده من ضمن الحاجات اللي دايما مؤاخذة عليه في حتة ان هو مش خبير في موضوع النقابات والممارسة النقابية. مش خبير في موضوع صناعة الأدوية، ده هنرجع ليه كمان شوية. دخل نقابة الصيادلة وطبعا نجح فيها، وبعدين بقى عضو في اتحاد المهن الطبية او نائب رئيس اتحاد المهن الطبية. من اول ما دخل نقيب الصيادلة وهو عنده الحقيقة انا بقولها دايما ان هي مشكلة شخصية، يعني في مشكلة شخصية كبيرة جدا بينه وبين نقابة الاطباء، وعنده اطماع غير منطقية في رئاسة اتحاد المهن الطبية. طبعا خلاف للقانون زي ما قلنا من شوية. بس انا يعني للتوضيح ان تم تواصل من خلال اسرة اعداد البرنامج مع الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، ولكن يعني هو يعني قال ان هو منشغل ومش هيقدر يحضر معنا في الحلقه، وقد يكون هناك مداخله مع الدكتور محي عبيد بعد قليل للرد على ما يعني يذكره الدكتور خالد زهر. اتفضل دكتور خالد. انا افتكر ان كان في جمعيه عموميه لاتحاد المهن الطبيه في مايو 2015 تم الحشد ليها من الاخوه الصيادله بشكل كثيف جدا، وتم الخروج عن اجنده الجمعيه، وتم اعلان فيها او تم تنصيب فيها الدكتور محي عبيد بمباركته هو شخصيا. يعني تم تنصيب الدكتور محي عبيد من خلال الصيادله اللي موجودين في الجمعيه نقيب رئيس اتحاد المهن الطبي. تمام. طبعا خلافا للقانون، الجمعيه العموميه لا يمكن ان تقر مبدا مخالف للقانون، يبقى القرار باطل في النهايه. القانون ثم قرارات الجمعيه العموميه. تم تنصيبه، هو طلع كده، انا فاكر ان كنت حاضر الجمعيه دي، طلع وقال انا اعلن نفسي رئيس اتحاد المهن الطبي.
وبعدين بدأوا ان هم برضو بعض الحاجات التانية ان هم عايزين نحل اتحاد المهن الطبية، عايزين نستأثر بقيمة الدمغة الطبية المحصلة من شركات المهن الطبية الأدوية، اللي هي طبعا عندهم مشاكل كبيرة جدا في فهم ان الدمغة دي موجهة لاتحاد المهن الطبية بسبب القانون اللي تم انشاء قانون الاتحاد سنة 83. وبالتالي لو تم حل الاتحاد ما حد فيش حاجة في الدنيا دي كلها بتقول ان قيمة الدمغة المحصلة من شركات الأدوية هتروح للنقابة بعينها، هتروح ميزانية الدولة. تمام. المهم مجموعة من القرارات كانت بتقول ان الراجل ده جاي بشكل واضح جدا وصريح جدا لهد الاتحاد وعنده اطماع. انا كنت في حلقة من حوالي كام يوم، رغم علمه بالقانون ده راجل ضابط شرطة المفروض ان هو طبعا مطلع على القانون، كنت في حلقة من كام يوم وهو دخل في مداخلة وقال في وسط المداخلة يمكن بشكل غير مقصود انا بصفتي رئيس اتحاد المهن الطبية ساكون بمش عارف عملي كذا 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 كذا. فالحكايه واضحه من الاول خالص. وبعد كده طبعا كتير جدا من السجلات واتهامات نقابه الاطباء، هو لو دخل معاك مداخله دلوقتي هيتهم نقابه الاطباء ممارسه السياسه، ان مجموعه من اليساريين والراديكاليين وشويه بعض الجمل دي بيديروا نقابه الاطباء، بيهاجموا الدوله ضد الدوله، مش عارف ايه حاجه بالشكل ده. طبعا دي كلها اتهامات قليله الحيله ما لهاش اي اساس من الصحه. نقابه الاطباء ده جزء ومؤسسه وطنيه جدا من اول انشائها لغايه دلوقتي، شاركت في كتير جدا طبعا لا كل احترام وتقدير وكفه النقابات المهنيه طبعا بالتاكيد لا الاحترام والتقدير. والخلاف دايما لما يكون خلاف اداري نخلي خلاف اداري، خلاف داخل النقابه او داخل الاتحاد نخلي خلاف نقابه، لكن هو لا يلتزم بهذا الامر لانه هو طبعا تعودنا منه التطرف دايما في الكلام وفي التصريحات بتاعته ضد نقابه الاطباء وضد اشخاص بعينها داخل نقابه الاطباء. طيب خليني يعني ارجع الحديث عن الاتحاد واروح لمشكله ثانيه ايضا وهي متعلقه برضه يعني او مرتبطه مش بعيد يعني بنقابات الطبيه، وهي نقابه اطباء الاسنان. الخلاف الان حول قبول طلاب او خريجي بعض الجامعات الخاصه. نقابه اطباء الاسنان قررت قبول او اعتمدت خليني اقول بلفظ ادق تقريبا 9 او 10 جامعات ولم تعتمد باقي الجامعات الخاصه. المشكله دي دكتور شريف ايه بالظبط وبدات منين؟ هي المشكله بدات ان نقابه اطباء الاسنان كان في جامعه عموميه في سنه 2012 بتقر ان عدم قبول نقابه اطباء الاسنان لاي جامعات جديده تنشا بعد التاريخ ده. يعني النقابه ما جتش اتجاه اي جامعه انشات قبل قرار الجامعه العموميه بعد يعني قبول اي جامعه انشات قبل 2012 اللي هو موعد انعقاد الجمعيه معتمده اللي هم حوالي 10 جامعات لا اللي بعد غير معتمده واعلن قرار في الجرايد الرسميه وعلى مواقع الانترنت وعلى التلفزيون وطلع كل الممثلين النقابه انهم يتكلموا عن القرار ده وكل اولياء الامور تقريبا اللي قدموا في الجامعات ده عندهم علم الموضوع ده. وكان نقيب الاطباء الاسنان عنده علم طبعا كان ايامها ضد القرار ضد مع القرار وضد الجامعات الخاصه وضد معظم الجامعات الخاصه اللي فتحت بعدها. اتفاجئنا ان هو من حوالي اسبوعين ثلاثه في جامعه بعينها راح ان هو بقى عضو هو ونقيب الصيادله عضو في مجلس امناء الجامعه. جامعه بعينها ليه ما تقول الجامعه الكنديه؟ جامعه الاهرام الكنديه بقى عضو مجلس امناء في الجامعه. انشات بعد 2012 قبلت دفعتها بعد مش انشات قبلت الدفعه بعد 2012 كان فيها كليات تانية كليه طب اسنان كليه طب اسنان المشكله كلها يسري قرار الجمعيه عليها طبعا وده قرار جمعيه عموميه مش قرار نقيب. قرار جمعيه عموميه النقيب نفسه ما يقدرش يلغيه لا ده ملزم للنقيب كقرار جمعيه عموميه ولكن هل قرار الجمعيه العموميه ملزم ايضا للجهه التي منحت الترخيص لكليه طب اسنان في الجامعه الكنديه؟ هو الترخيص انا ما اديتش ترخيص انا بدي ترخيص مزاره المهنه بالظبط كده انا ترخيص مزاره المهنه اعلنت ان مش هدي لهم مش هديهم قرار النقابه انهم يدوهم ترخيص مزاره المهنه لكن ما اقدرش الغي ان الجامعه تنشا دي تمام. قرار رئيس جمهوريه او قرار او قرار او تنشا بقرار رئيس مجلس وزراء تقريبا وهنا بيدي للجامعه حصانه انها اصبحت جامعه مصريه مثل اي جامعه ثانيه. بس يعني انا من حقي كنقابه امنع دخول خريجين بعينهم النقابه من وظيفتها انها تحافظ على المهنه. دلوقتي عندي مشكله ان انا بتجه في اطباء الاسنان والصيادله الصيادله تقريبا وصلوا للمشكله ان بقى في عدد كبير جدا من الصيادله في بطاله ما مش لاقيين شغل. نفس المشكله بتواجه دلوقتي داخلين فيها نقابه اطباء الاسنان المفروض حوالي 350 واحد لهم طبيب اسنان واحد لهم طبيب اسنان ده يعني ده على مستوى العالم ده على مستوى العالم احنا يعني عندنا تعدينا 350 لا خلاص احنا في خلال 5 سنين تقريبا كل 70 واحد لهم طبيب اسنان ما شاء الله. فطبعا احنا داخلين بقى دلوقتي ماشي في اي حته بتلاقي ممكن تلاقي عماره فيها 10 عيادات اسنان في اماكن في الشيخ زايد مول في حوالي 13 عياده اسنان. فانت دلوقتي المستشفيات الحكوميه بدات العياده
كرسي واحد للاسنان في اكتر من 13 14 طبيب اسنان. فاحنا دلوقتي اي دوله في الدنيا بتحاول تحافظ على المهنه انها ما ايه ما توصلش للبطاله، وان انا احاول اربط احتياج سوق العمل بالخريجين. احنا هنا بنتكلم في سياسه تقنين اوضاع. طب هنا انا مصيري ايه كطالب دخلت الجامعه الكنديه ودخلت طب اسنان؟ ما انا من حقي ان انا ادخل النقابه زي زمايل ليا في الجامعه سين او صاد. وانا مقترح اقتراح ان احنا نقعد مع ان الجامعات دي تقعد نحدد مع اولا الجامعات الخاصه تقريبا معظمها الاعداد اللي هي بتقبلها ما عندهاش الامكانيات انها تحتوي الاعداد دي كلها. في جامعات بتقبل 300 400 واحد، السكشن بيبقى فيه 60 واحد او 15 يونت اللي هو 15 كرسي اسنان على 60 طالب. فطبعا ده مش جامعه خاصه. تمام. فهنقعد نقنن الاوضاع. اكيد طالب دخل طب اسنان ما ينفعش اقول له بعدها اكلمك في الاسباب وايه سبب او حيثيات رفض الجمعيه العموميه لهذا الامر، ولكن معايا على التليفون دلوقتي الدكتور محي عبيد نقيب الصيادله للحديث حول يعني ما تم والجديد في موضوع اتحاد المهن الطبيه. دكتور محي مساء الخير اولا. اهلا وسهلا بحضرتك واسره البرنامج والمشاهدين. اهلا بك دكتور. دكتور يعني القانون الذي انشئ من اجله الاتحاد اللي صدر في سنة 83 اعتقد انه بيشرح الهيكل التنظيمي لهذا الاتحاد كما ذكر الدكتور خالد زارع منذ قليل. ايه ردك على هذا الادعاء او هذا الامر؟ انا معرفش ليه. دكتور خالد زارع الامين العام لنقابة اطباء الجيزة معايا دلوقتي على الهواء، وبيقول ان القانون اللي صدر سنة 83 بيحدد ان رئيس الاتحاد هو نقيب الاطباء. طب وايه اللي ايه مين اللي اعترض على حاجه كده؟ ما هو بيقول ان حضرتك بتقول ان انت رئيس الاتحاد في اكتر من لقاء. لا هو للاسف احنا دايما لان هو بعيد عن الساحه ونقابه فرعيه ومالوش دعوه بالاتحاد وما يعرفش ما يدار داخل الاتحاد ويستق معلوماته من على الفيس، فشيء طبيعي يعني ان هو شخص يستق معلوماته من على الفيس. لا من الواقع يا دكتور، من الواقع مش من على الفيسبوك. طب نسيب الدكتور يرد بعد اذنك يا دكتور خالد. لا بس ما يحاولش بس يتجاوز في الكلام ده. لا بس سيبه بس يكمل يرد بس يعني هو انا طبعا انت على الهوا، انا ما بحبش اعمل مداخلات، ولكن لا اتفضل يا دكتور اتفضل يا دكتور محي. كلامي واضح. نقابه الاطباء والاسنان والصيادله والاطباء البيطريين قانون سنة 83 الخاص بإنشاء صندوق الإعانات والمعاشات قال في المادة 3 ينشأ اتحاد يدار بمعرفة 12 عضو. يرأس الأعضاء دول مين؟ يرأس الترابيزة، يرأس الترابيزة رئيس الاتحاد اللي هو نقيب الأطباء. تمام. ما حدش فينا أبدا اتكلم في شرعيته في الوقت الحالي، ولكن حقي وحق اي نقابي ان هو يطعن في عدم دستوريه الماده، وبالتالي تم رفع قضيه سنه 2016 والمفوضين حكمت لينا بصحه قرارنا وهو عدم دستوريه ان يرأس الاتحاد شخص بعينه. احنا كلنا الاربع نقباء منتخبين، كل نقيب منتخب من قبل جمعيه عموميه. عايز حكمت لنا واحيلت الى الدستوريه بعدم دستوريه ماده تنص على رئاسه رئيس الاتحاد على تحديد حتى الرئيس تحكم الدستوريه. حتى تحكم الدستوريه دكتور حسين خيري هو رئيس الاتحاد ولو كان من الاحترام ومفيش اي مشكله خالص هذا الامر. طيب انا كده فهمت من حيثيات المفاوضين ان الطعن من خلالكم كان ان انتوا في مراكز قانونيه متساويه منتخبين من اعضاء جمعيات عموميه. احسن. انا سؤال. نقابه الاطباء البشريين 270 الف طبيب، والصيادله 240 الف صيدلي. عندنا انا منتخب من قبل جمعيه عموميه على مستوى الجمهوريه ونقيب الاطباء ايضا. احنا اربع اخوات بنرأس او بندير صندوق الاعانات والمعاشات الخاص باموال اليتامى والارامل. سؤالي الوحيد ايه اللي يجعل افضليه لنقيب الاطباء على الثلاث نقباء الاخرين؟ تمام. وده مطروح امام الدستوريه الان. محكمه القضاء الاداري تقرير المفاوضين حضرتك تقدر تخش على الانترنت وتكتب نفس الحكايه كده نقيب الصيادله وتكتب كلمه جنبها المفوضين هيطلع الحكم ان حكمت المفوضين بصحه
الدعوه بتاعتي واحيلك الى بقبول الدعوه شكلا وفي الموضوع باقرار الطلب من الطالب اللي هو حضرتك. انا يبقى اذا انا لي حق ان انا زي ما انا طلبت للاسنان وللصيادله بحقتهم في تولي المناصب القياديه وقدرنا ان احنا نخلي الصيادله والاسنان يتولوا مناصب قياديه داخل مؤسسه الدوله وصلحنا وضع كان قائم ان المدير هو طبيب بشري. الان الطبيب زي الصيدلي زي العلاج الطبيعي زي الاسنان اي واحد من الاربع مهن يستطيع ان يدير المستشفى. اذا انا النهارده لما اسعى لتصحيح وضع ما الاقيش بعض الناس هاجم بتهاجم على اي اساس؟ يعني يتم الاختيار من خلال ال 12 تتعمل يعني انتخابات داخليه او روتيشن عمليه كل احلال تداول 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 للسلطه تمام. مثلا يعني تمام طيب كان في دعوات بحل الاتحاد يعني او حاجه من هذا القبيل، ردك على هذا ايه يا دكتور؟ من مين؟ يعني كان البعض بيطالب اذا كانت نقابة الاطباء ستظل متسلطة على الاتحاد فحل الاتحاد اولى وكل نقابة اولى بمالها. انا من اول لحظة احنا اجتمعنا مع الاربع نقباء واكتر من اربع مرات او خمس مرات وانا في جمعية عمومية اعلنت ان انا لن اكون اداة لحل الاتحاد ولكن في ظل ان نقابة ومؤسسة صيدلانية تجمع 980 مليون والثلاث نقابات الاخرى 38 مليون فقط، لما نقابه الاطباء البشريين تدخل 24 مليون جنيه فقط وهي قادره ان هي تدخل مليار جنيه ومتقعصه في تحصيل الدمغه الطبيه، اذا لابد من وقفه، لاما كلنا نتكاتف من اجل زياده المعاش الخاص باعضاء المهن الطبيه 650. انا لا اتحدث وانا على ترابيزه الاتحاد كصيدلي، انا بتحدث كعضو مجلس اداره يدير صندوق الاعانات والمعاشات الخاص باموال اليتامى والارامل، بنسعى بدل ما كان 400 وصلناه 500 ف700 ف800. يعني انت عايز تزود موارد الصناديق الخاصه بالاتحاد او الصندوق الخاص بالاتحاد؟ انا عايز ازود المعاشات. تمام. وبالتالي بدل ما النهارده الطبيب البشري او الصيدلي او البيطري بياخد 800، الحمد لله اللي كان سبب في تحريك المعاش من 400 ل 800 خلال اربع سنين هو محيي عبيد بصفته رئيسا لجهاز الدمغه الطبيه، اللي رفعنا الدمغه من 380 مليون سنويا وصلناها الى مليار و18 مليون. طيب دكتور محيي، الدكتور خالد بس عايز يناقش حضرتك. اتفضل يا دكتور خالد. انا بس مش هناقش قد ما هقول، بس هفكر بس الدكتور محيي بجمعيه العموميه لاتحاد المهن الطبيه في مايو 2015 اللي انا كنت حاضرها، ما قريتش عنها على الفيسبوك، والناس ممكن على الفيسبوك او على الانترنت ممكن تدخل تشوف قرارات الجمعيه وايه اللي حصل فيها والفيديوهات اللي موجوده فيها. الدكتور محيي عبيد وهو على المنصه قال بالنص كده: اعلن انا رئيس اتحاد المهن الطبيه بمشاركه بعض الحاضرين او معظم الحاضرين من الصدر. ده حصل يا فندم ومصور فيديو، تمام؟ في مداخله للدكتور محيي، بعد اذن حضرتك ثانيه واحده، في مداخله الدكتور محيي عبيد في برنامج انا كنت حاضر فيه الاسبوع اللي فات على قناه تن مع الدكتور عمرو عبد الحميد، قال كده في المداخله بتاعته: بصفتي رئيس اتحاد المهن الطبيه اعلن ان انا هطلع نقابه الاطباء من دار الحكمه. طيب الفيديو ممكن يكون سبق لسان دكتور خالد، يعني هو نائب رئيس الاتحاد، فممكن يكون سبق لسان بدل ما يقول نائب رئيس الاتحاد. جمعيه كلها انا اعلن ان انا رئيس الاتحاد. يعني ممكن يكون سبق لسان. طب انا اقول لك الحاجه، حتى لو ده اتقال. لا هو حضرتك خلصت كلامك؟ اعتقد الدكتور لا، انا بس بفكر حضرتك بحاجه، وبعدين ده مش ما كانش الموضوع اللي بتكلم فيه، وكان رد على سؤال بس. انا ما عنديش مشكله كبيره على فكره في ان حضرتك تقول كلام زي ده هنا او هنا، بس كده يا دكتور محيي، لان القانون بيحدد. انا اعتبر ان ده حصل، ولكن الان الدكتور محيي بيصحح ده، بيقول انا نائب رئيس الاتحاد. لا طب احنا في مايو 2015 كان هناك دعاوى بجمعيه عموميه حاشده حضر اكثر من 1000 عضو، منهم كان 800 صيدلي. خدنا قرار بحل الصندوق وفي هذه الحالة تفويض الدكتور محيي عبيد كقائم بأعمال لحين الانتهاء من حل الصندوق. ده اللي حصل، رفعنا قضية ثم اجتمعنا في الاتحاد وطلبوا مننا علشان خاطر
زي ما قلت لحضرتك ان دي الاموال تدار لصالح يتامى وارامل، هيتسبب ان في بعض النقابات مش هتحصل على 50 جنيه في الشهر، مش 800. تمام. فكان الرجوع لمجلس النقابه العامه للصيادله، وخدنا قرار بالعدول عن طلب حل الصندوق. وحل الصندوق حضرتك لا يتم الرجوع لجمعيات عموميه، نرجع للقانون ان اللي في ايده حل الصندوق هما 7 اعضاء من اجمالي ال 12 عضو، الاغلبيه المطلقه يعني. سبع اعضاء من على الترابيزه. لو خدنا قرار بحل الصندوق الصبح، الاربع نقابات كل واحده راحت لمكان. وانا يعني احنا في الوقت الحالي عندنا الغالبيه، ورغم كده احنا حريصين على بقاء الاتحاد، ولكن بنطالب ان كل النقابه يبقى عندها حس بالمرضى وحس باليتامى وحس بالارامل، ان احنا نتكاتف كلنا من اجل ان كل نقابه تزود دخل الدمغه اللي هيعود بالنفع على اعضائها بس. طيب انا عايز استغل وجودك معايا دكتور محي بقى في جزئيه خاصه بالصيدليات. يعني ممكن يدخل اي مريض للصيدلي يقول له انا بشتكي من كذا، بعض الصيادله ممكن يوصف له علاج. كذلك جزئيه الاسعار وتحريك الاسعار، وساعات بيكون على العبوه اكتر من تسعيره، سعر قديم وسعر جديد. المساله دي هتنتهي امتى دكتور محي؟ طيب نتكلم على التوصيف للصيادله. تمام. هناك طبعا في ادويه وصفيه وادويه لا وصفيه. في ادويه بيسمح عالميا بصرفها للصيادله، وده طبيعي في كل دول العالم. استاذنك يا دكتور بس يعني اتحرك بالتليفون عشان الشبكه بتقطع. يعني هو الصوت عندنا حضرتك بيكرر. لا كده تمام، كده انا سامعك كويس، كان في عيب بس من الشبكه عندك. انا سامعك. طيب. كده يا دكتور اتفضل. طيب هو في ادويه وصفيه وادويه لا وصفيه. تمام. على مستوى العالم كله ان بيسمح للصيادله بصرف بعض الادويه معينه، وفي ادويه لا يسمح بصرفها. زي ايه مثلا كده يا دكتور؟ يعني كمثال يعني ادويه البرد والحاجات الخفيفه والمسكنات، انما في ادويه لا يصرف ولا يسمح للصيدلي بصرفها الا بمعرفه الطبيب. تمام. طب العالم الان الـ عندنا الولايات المتحده وعندنا انجلترا، دول فيها الفارماسيست از بريسكرايبر، يعني اصبح الصيدلي كواصف للدواء. خلاص احنا مش عايزين نخش في مجادلات. تمام. لكن الصيادله لهم شغلهم، والاطباء لهم كامل احترامهم وشغلهم. لا يمكن للصيدلي ان يمارس مهنه الطبيب، ولا يمكن للطبيب ان يمارس مهنه صيدلي. واحنا بنشوف في بعض الحالات ان الاطباء بتنهج نهج خاطئ، بتبيع دواء داخل عيادتها، وطبعا ده مرفوض طبعا، وده بالمقابل مرفوض بالمناسبه. تمام. طب التسعير بقى نرجع بقى لموضوع الوجود اكتر من تسعيره. حضرتك عارف ان ده كان في قرار صدر في 22/1/2017 بالالتزام بالتسعيره المدونه على العبوه. تسبب بهذا القرار في وجود اكتر من 3 اسعار على العبوات في نفس الصنف، يعني نفس الصنف نفس المستحضر بيحمل 3 اسعار. فهو ده كان خطأ من قرار صدر من وزير الصحة السابق، لأن الدواء مسعر تسعيرة جبرية واحدة. كلمة صحيح. تسعيرة جبرية يعني يوم ما عندناش غير سلعتين فقط اللي مسعرين تسعيرة جبرية، الوقود. أيوة. والأدوية. يبقى اذا كلمه مسعر تسعيره جبريه يعني ما فيش حاجه اسمها اسعار متفاوته. مش هتيجي حضرتك الوقود تلاقي يقول لك انا عندي سعر قديم وعندي سعر جديد. لا طبعا. اخر تسعيره تصدر من الاداره المركزيه كان يجب على الجميع الالتزام بها، عشان ما يحصلش نوع من انواع التلاعب، ولا يسمح لبعض معدومي الضمير من منتحلي صفه الصيادله والدخلاء بالشض. طب موضوع السلاسل يا دكتور وصل لفين؟ احنا معانا دلوقتي قرارات من المستشار القانوني لمحافظ الجيزه، وده تم تعميم هذا المنشور، وكان تسبب في شيل اليوفط، لان لا يسمح للصيدلي بامتلاك اكثر من صيدليتين واداره صيدليه واحده. تمام يا دكتور. دكتور محي معانا؟ ايوه انا معاك. تمام. أنا بشكرك دكتور محي على التوضيح، وبدعوك طبعا تكون ضيفنا قريبا يعني على مائدة الطريق الثالث. شكرا جزيلا دكتور محي عبيد نقيب الصيادلة. شكرا. على هذا التوضيح. دكتور خالد، يعني كان في من فترة كده شفنا خناقة أو اقتحام، كان لإيه أو لأنهي مبنى يعني؟
يعني كان خاص برضو باتحاد المهن الطبية. هو الحقيقة كان السؤال ده المفروض يتوجه أكتر للدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، لأن كان سبب الخلاف الحقيقي ومصدر المشكلة الرئيسية في اتحاد المهن الطبية الأخيرة دي. الحقيقة اتحاد المهن الطبية بقاله 3 سنين تقريبا في مشاكل كل شوية. كان سبب الخلاف ده هي خلافات داخلية داخل نقابة الصيادلة، تمام، واعتداءات ما بين بلطجية محسوبين على 7 أعضاء تم عزلهم من خلال مجلس نقابة الصيادلة برئاسة الدكتور محي. وبلطجية هم كان عندهم بلطجية أو كان عندهم شركة أمن زي ما بيقولوا، يعني عشان خاطر بس ما يكونش متجاوزين في اللفظ. ده اللي هو فصلهم الدكتور محي ومجلسه. تم عزلهم وبعدين راحوا رفعوا قضية في المحكمة. يعني اللي عملوا ده محسوبين على الطرف المعزول، خليني أقول. المعزولين كان بيقولوا إن في شركة أمن دخلت عشان خاطر إن هم تمكنهم من دخول مجلس مبنى نقابة الصيادلة اللي هو موجود في مبنى الاتحاد المهني الطبي. وبعدين شركة أمن أخرى محسوبة على السيد دكتور محي عبيد، اللي الحقيقة هو كان موجود في ظل في وسط الخناقة دي أو المشكلة دي أو الاعتداءات دي، كان موجود هو وثلاث أفراد من أسرته، تمام. حصلت مشكلة واعتداءات ما بين الجهة المحسوبة أو شركة الأمن المحسوبة على نقيب الصيادلة والشركة الأخرى المحسوبة على الصيادلة المعزولين. حصل تكسير. بس هل هذا يليق باتحاد مهن طبية؟ طبعا لا يليق طبعا في نخب ايا كان الطرف مين. عشان كده كنت بقول ولا 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 نوجه تهم لاحد، ولكن يتوجه ليه هو اتحاد؟ لا يوجه للجميع، يعني للدكتور وللطرف الثاني. لا ما هو اكثر حد يقدر ان هو يتكلم على ملابسات الخلاف باعتبار الموضوع خاص بالمجلس. واحنا دايما احنا دايما بنقول ان احنا الخلاف داخل نقابة الصيادلة بعيد عننا خالص، احنا مالناش دعوه بيه ولا نتدخل بيه، تمام. لكن هو اثر بس مش بعيد عننا احنا كاعلام وكصحافه. لا ومش بعيد برضه عننا بشكل كامل. هل هذا سلوك لصيدلي؟ هل مش بعيد عننا بشكل كامل لانه اثر في الاخر على اتحاد المهن الطبيه في, في 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 نخبه من نخب المجتمع، يعني على راس النخب هذه الناس. يعني في فيديوز الناس ممكن تشوفها اعتداءات مش ممكن، انت بتحس ان انت في بلد تانية خالص، مفيش فيها لا قانون ولا فيها وده احنا بنتكلم في جميع الاطراف ولا نحمل طرف على حساب طرف بالمناسبه. يعني انا بحكي واقع، بحكي قصه حصلت. اعتداءات دخلت على في مبنى الاتحاد، تكسير للاساس والابواب، واعتداءات على لجان مهمه جدا زي اللجنه القانونيه الخاصه بنقابه الاطباء اللي موجوده في الدور الرابع بمبنى الاتحاد، وتكسير الاساس اللي موجود جوه، وتكسير الدواليب اللي بتحتفظ فيها بالقضايا الخاصه بالاطباء على مستوى الجمهوريه كلها، جميعها على الارض وجميعها في الشارع، وحاجه يعني مش ممكن. انا ما كنتش مصدق. وانا بشوف ارجع لموضوع الاتحاد وقضيه رئيس الاتحاد اللي نص عليها قانون 83. طيب. هنا في قضية مرفوعة وعلى كلام الدكتور محي ان في المفاوضين ذكرت بقبول الطلب او اقرت بقبول الطلب. وعلى فكرة انت لما تيجي تتكلم فيها من الناحية يعني القريبة الى الموضوعية، انا نقيب صيادلة وحضرتك نقيب اطباء مثلا يعني، والدكتور شريف نقيب اسنان وشخص اخر ايا كان يعني في او نقيب الاطباء البيطريين، احنا الاربعة مراكزنا القانونية متساوية. انا ناجح من خلال جمعيه عموميه، دكتور شريف حضرتك مجازا، يعني ايه اللي يميز حضرتك عني او ايه اللي يميزني عنك؟ هو الحقيقه انا مش هدافع طبعا عن كون النقيب الاطباء هو رئيس الاتحاد المهني الطبي، لكن انا بتعامل مع واقع في قانون بقاله اكتر من حوالي 40 سنه دلوقتي بيقول ان رئيس الاتحاد المهني الطبي هو نقيب الاطباء. حتى يتغير هذا القانون احنا كلنا ملتزمين بيه زي ما هو قال. اذا ننتظر حكم الدستوريه او الفيصل والمشرع، هو المشرع الاساسي هو اللي يسال طبعا ليه اخترت. لكن انا اعتقد ان لا، ما في عندنا رقابه دستوريه، المحكمه الدستوريه ايضا لو حكمت بهذا الحكم حتى التحكم. ده بس نقطة مهمة عايز اتكلم فيها، ان هو ممكن يكون كان في اعتبار المشرع ساعتها العدد الخاص بكل نقابة. طبعا نقابة الاطباء حتى الان هي اكثر النقابات عددا من خلال الاطباء. حصل طبعا زيادة اطرادية في عدد الصيادلة السنين اللي فاتت بسبب الجامعات الخاصة والكليات الخاصة، اللي انا بطالب الدكتور محي بتدخل لانقاذ الصيادلة من المشكلة الحقيقية اللي بتواجههم دلوقتي. خلينا في الاطباء. خلينا في الاطباء. لا انا عايز نشغل اكثر بقضايا اهم، يعني في قضايا اهم من ان احنا نتكلم دلوقتي في مين يبقى رئيس اتحاد المهن الطبي. اعتقد لما يكون عندك 240 الف صيدلي زي ما هو قال،
في ظل انحصار صناعة الأدوية الوطنية من 80% ل 5%، في ظل تضييق في مسائل السفر للخارج والعمل بالخارج، في ظل زيادة أعداد الصيدليات الخاصة اللي زاد بشكل كبير جدا، الحقيقة الصيادلة في موقف صعب، احنا كلنا في موقف صعب، لكن الحقيقة الصيادلة موقفهم أصعب، لأن احنا زي ما بنقول الصيادلة دلوقتي هو يعني معظمهم تخصص واحد، وطبعا في سب سبيشاليتيز عندهم، لكن هو معظمهم بيشتغلوا في مجال واحد. احنا الأطباء حتى لو زدنا العدد شوية احنا عندنا تخصصات، في حد بياخد بطن، حد بيشتغل تخدير، حد بيشتغل نسا، فبيتم توزيعها، لكن هم كلهم في تخصص واحد. طبعا زي ما قلت لحضرتك الصناعة الدوائية في مصر بقت صعبة جدا، السفر للخارج بقى صعب جدا، فبقت سبل العيش بالنسبة لهم أصعب. وفي كل شوية احنا بنشوف كليات خاصة جديدة بيتم إنشائها، وزي ما قال الدكتور شريف من شوية بنتفاجئ كمان ان المفروض ان انت تاخد موقف حازم ضد الكليات دي، لا انت نقيب الصيادلة ونقيب أطباء الأسنان بيتم تعيينهم أعضاء في مجلس إدارة إحدى الجامعات الخاصة اللي هي المفروض ان انت تكون واخد موقف منها. طيب ارجع لقضية أطباء الأسنان، وانتوا رافضين بعض الجامعات الجديدة اللي تم إنشائها واللي هيتم إنشائها طبعا فيما بعد. طيب هو السؤال يعني ما هي جامعة، ايه الإشكالية؟ طب ليه ما رفضتوش مثلا جامعة القاهرة، جامعة المنوفية، جامعة بني سويف، وجيتوا على الجامعات الخاصة؟ ايه العلة يعني او علة المنع؟ نقابة أطباء الأسنان انشأت للحفاظ على المهنة والحفاظ على أطباء الأسنان، ده الهدف الرئيسي منها، فالهدف الرئيسي منها انها تحافظ على المهنة وعدد المهنة. لما انت عايز تقول لي ان المنتج اللي بيخرج من الجامعة الخاصة هي دي المشكلة؟ لا مش منتج ولا بتكلم الأعداد. على العدد، الاعداد انا عايز الجامعات الخاصه دلوقتي، انا دلوقتي محتاج في السوق العمل 2000 طبيب اسنان في السنه. لو 20 جامعه خاصه يخرجوا لي 2000 طبيب اسنان. لو تنشئ لي 100 جامعه خاصه بس تخرج 2000 طبيب اسنان، ما تخرجليش 10000 طبيب اسنان. 10000 طبيب اسنان معناه ان في 8000 طبيب اسنان هيبقوا ما لهمش مكان. ده عبء على الدوله، بخرج بطاله لما يبقى في المستشفيات اكتر من، في مستشفيات فيها اكتر من 78 طبيب اسنان على كرسي واحد. في مستشفى زي مستشفى القاهره الجديده او مش اسمها مستشفى الميت سيرة او حاجه، فيها تقريبا 85 طبيب اسنان في مستشفى، وده طبعا ما ينفعش. فاحنا دلوقتي هدفنا الحفاظ على اطباء الاسنان. الصيادله طبعا دخلوا خلاص، احنا لسه عددنا ما تجاوز 60000، الصيادله طبعا وصلوا 240000 و250000، احنا مش عايزين نوصل لنفس النقطه دي، احنا عايزين نلحق المشكله من قبل ما تبدا. فاحنا دلوقتي هدفنا ان احنا نحافظ على المهنه. طب هو النصاب المعتدل مثلا في مصر على اعتبار ان احنا 104 مليون مثلا، مفروض نبقى كام طبيب اسنان مفروض؟ ولا لسه ولا لا هو في خلال، لا انا ما حسبتهاش بصراحه، احسبها لك. احنا دلوقتي حوالي 60000 او داخلين في 70000، احنا مفروض عايزين لكل 350 مواطن يبقى لو قلنا مليون او 100 مليون عفوا، الحقيقة اعتقد ان احنا اقل من النص كمان، يعني كان طبيب في خمس في خلال خمس في خلال في خلال خمس سنين هنعدي العدد ده، الرقم ده بكتير، هنوصل لحوالي 200000 طبيب اسنان، لان في حوالي في الخمس طب معنا محتاجين فعلا 200000 طبيب اسنان. لا ما هتبقى 200000 والخمس سنين اللي بعدهم والخمس سنين اللي بعدهم وبعدهم. خلاص حدد لي العدد زي وزير التعليم العالي اللي هو قبل كده، هو طبيب اسنان طبعا بيحاول جاهدا في الموضوع ده انه يحل المشكله، بس طبعا ما فيش حد، الجامعات الخاصه مش متقبله اي حلول. لما جامعه خاصه حتى الامكانيات بتاعتها مش متاحه، لما جامعه اليونت السكشن فيها 60 طالب وما فيش غير 15 يونت، يعني القصر عيني ممكن يستوعب اكتر من 200 طالب في السكشن، لان في امكانيات وفي عدد مرضى. دلوقتي الطلبه دول حتى لما يجوا يتدربوا عدد مرضى بيخش الجامعات الخاصه غير عدد مرضى بيخش جامعه القصر عيني وعين شمس. لما دلوقتي عين شمس بيخش 1000 مريض في اليوم، الجامعات الخاصه مش هيخش 50 مريض في اليوم. فدلوقتي الطلبه دي المفروض تتدرب على عدد يعني مرضى. انت بتتكلم في حاجتين بقى، انت هنا دخلت في الاعداد وفي الكفاءة. ايوه في الكفاءة، في الكفاءة. انا مش بقلل من كفاءة الجامعات الخاصة، بس في جامعات خاصة فاتحة في اماكن مش منطقية، يعني مثلا في جامعات خاصة اللي فاتحين، في جامعات خاصة فيها عدد فعلا مرضى بيخشوا كويس كل يوم، ده ممكن يضرب الطلبة. في جامعات خاصة تانية حرفيا بيجيبوا اتوبيسات تنقل المرضى من اماكن عشان ما فيش مرضى بتروح هناك. ده اول حاجة. تاني حاجة الجامعات الخاصة، في جامعات خاصة ما فيهاش مستشفيات اصلا، يعني في جامعات خاصة فيها مستشفيات، ما ينفعش تخصص زي طب الاسنان، في تخصصات زي جراحة الوجه والفكين، في عمليات وبيحتاج حاجات زي ICU يعني مركزة، وفي سرطانات بتتعالج، تخصص زي ده يا مش هيبقى في الجامعات، في الجامعات التانية دي اللي ما فيهاش مستشفيات يبقى ما بيدرسوهوش او ما بيسمعوش عنه اصلا. فدلوقتي انا عايز، فدلوقتي الجامعات دي تفتح مستشفى. طب قرار الجمعية العمومية لنقابة اطباء الاسنان هو ملزم؟ ايوه ملزم، قرار جمعية عمومية دكتور خالد ملزم. هو الحقيقة بس هو في اشكالية شوية في موضوع الاعتراف ببعض الجامعات الخاصة او غيره.
ان ان انشاء الجامعه نفسه. هو طبعا احنا عندنا جامعات خاصه انشات بقانون اعتقد برضو كان سنه 79 او حاجه زي كده، تم انشاء تم اصدار قانون بيسمح بانشاء جامعات خاصه. المفروض ان الجامعه الخاصه دي عشان يتم انشائها تاخد موافقه المجلس الاعلى للجامعات. تمام، تصريح مسؤوله المهنه للاطباء بيصدر من وزاره الصحه ولا يصدر من النقابات، لكن طبعا لابد ان تكون النقابه موافقه على الشخص ده وطلب وجوده ويقيد في سجلات النقابه عندها. فطبعا دلوقتي هما بيطلعوا بشكل شرعي جدا، في موافقه من مجلس اعلى الجامعات، في وزير التعليم العالي بيتم بيقر هذا الامر، وبياخدوا فعلا مواد ومحاضرات في في طبيعه الماده او الدراسه اللي بيدرسوها، وبتخرجوا واخدين اللقب واخدين طلاق النهايات وكل حاجه. لكن انت كان قابض اطباء او اسنان او صيادله او ايا كان قابض، على فكره هي بس احنا ما بنتكلمش على النقابات على النقابات المهنيه او مهنه الطب عامه، احنا بنتكلم كمان هي ما بتعمل كليات ثانيه، كليات تجاره وكليات هندسه وغيره من الكليات. من حقها ان هي تطالب، ومن حق ان الدوله تسمع ليها وتشارك في هذا الامر. التجاره وغيرها مش بيدخل في علاج مريض يعني. طبعا احنا بنتكلم طبعا على قطاع حيوي جدا. لكن انا عايز بس اروح لنقطه مهمه جدا، وهي نقطه الماده. لو قعدنا نقشر شويه المشكله بتاعه اتحاد المهن الطبيه، هتلاقي اساسها او لب هذا الموضوع الماده والنفعيه والتربح من خلال الاتحاد. ليه هو مش الصندوق ده بيتوزع على كل اعضاء النقابات، ولا طريقه التوزيع مختلفه؟ لا انا ما بتكلمش على بالنسبه لايه، انا عايز معاشات قصدك يعني ولا قصدك ايه؟ لا لا, يعني لا 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 كله المعاش واحد لكل يعني لو نقابه الاطباء دخلت مليار جنيه، ونقابه الصيادله دخلت 900 مليون، والاسنان دخلت 30 مليون، الكل بياخد معاش ثابت؟ هو كل الاعضاء اتحاد المهن اطباء صيادله اسنان بيطريين بياخدوا نفس المعاش، نفس المعاش. تمام؟ يعني الفلوس بتتقسم على الكل. والصندوق المعاشات تمويل الصندوق نفسه مش يعني حكايه انك تفصله بقى نقابه الاطباء دخلت كام وصيادله دخلت كام بتاع ده امر طبعا في غبن شديد جدا. الحقيقه ان هو تم انشاء القانون زي ما قلنا، وبيحدد ايه مصادر تمويل هذا الصندوق، ومن ضمن مصادر التمويل دي هي ضريبه الدمغه الطبيه اللي بتدفعها شركات الادويه. شركات الادويه دي مين قال ان هي المفروض ان هي بيدخلها؟ يعني هو حسبها دلوقتي نقيب الصيادله لنقابه الصيادله، بيقول لك ده احنا بندخل قد كده. مين قال ان دي المفروض ان هي يعني بيقول لك انا المختص بالدواء وانا اللي طب انا اللي بكتب الدواء وهو نائب رئيس الاتحاد ومسؤول لجنه الدمغه، فيعني الرقم اللي معاه هو ايوه ده صحيح ده حقيقي ده حقيقي، لكن ليه حسبوا على نقابه الصيادله؟ ليه بيقول ان نقابه الصيادله بتدخل قد كده؟ يعني نقابه الصيادله بتدخل من خلال الدمغه اللي بتحصل من الصيدليات، وهي بتحصل بشكل سليم جدا، انا متاكد من ده. لكن هو بيحسب معاهم بقى الدمغه الطبيه اللي بتحصل من شركات الادويه. مين قال ان انت احق بيها ومفروض تحسب لك يعني؟ لا، دي بتحصل لصالح اتحاد المهن الطبيه. ويوم ما يتم تفكيكه اللي هو تم يعني تم المحايله عليه دلوقتي بالقانون، هي الجزئيه دي اللي مش هتروح الموضوع هو حل اتحاد المهن الطبيه. تمام، ما ينفعش بالجمعيات والصوت العالي، هنعمله بالقانون دلوقتي. لان هو انت عشان تغير في القانون وتغير كون ان رئيس اتحاد المهن الطبيه هو نقيب الاطباء، انت لازم هتهد القانون من اساسه. تمام، وصدقني صعب جدا ان يتم المحافظه على القانون ده بتشكيلات جديده او هي تبقى كلمه نهائيه. انا بس عايز بس نقطه مهمه برضه، حكايه التربح من خلال الجامعات الخاصه. ليه الجامعات الخاصه بتنشا بالشكل ده وكليات كتيره بتنشا بالشكل ده؟ وفي خلاف كبير جدا دلوقتي موجود على حاجه اسمها نقابه كليه العلوم الصحيه اللي تم تغييرها الى كليه العلوم الطبيه، وبتخرج ناس خدوا لقب اخصائي بشكل ما. وحصل دلوقتي ان في مشكله معايا في التعريف ما بين اخصائي الاشعه ده يا جماعه، هل هو خريج كليه طب ولا خريج كليه العلوم الصحيه؟ مين اللي ورا الحاجات دي كلها؟ بزنس. دي جامعات خاصه بتحصل اعتقد خريج اللي بيدخل كليه العلوم الصحيه دي، ده بياخده من 70% 71-72% تقريبا. طبعا انت هتطلع بلقب مشابه للقب الدكتور، كل زمايله بيقولوا دكتور، وهتدفع 20-30 ألف جنيه. ده امر محتاج حلقه ثانيه. اصحاب الجامعات الخاصه دول هم رجال اعمال مؤثرين في القرار اللي بيتخذ ضد داخل الدوله. ويبقى بقى الكلمه النهائيه في موضوع مصلحتهم بشكل جديد. احنا ننتظر حكم الدستوريه العليا في توضيح الماده الخاصه الماده الثالثه الخاصه برئيس الاتحاد، وايضا
إشكالية بقى دخول الجامعات، في ناس أكيد رفعت قضايا بحقيتها ومطالبتها بالمثل. لسه ما خرجوش دفعات جديدة. لما يخرجوا دفعات جديدة يرفعوا قضية، ده شيء أساسي وبرضه هننتظر. وزي ما إحنا منتظرين الدستورية في موضوع قانون الاتحاد، إحنا برضه مش إحنا بقى، هم منتظر نقابة الصيادلة منتظرة قرار المفوضية وقرار. واضح إن الموضوع هيكون مستمر معانا. في مدى وقت هيتم إنشاء قانون نقابة الصيادلة كلية العلوم الطبية والعلوم الصحية والأخصائي الجديد للأسنان اللي مش خريج طب أسنان، كل ده هيكون معانا في طريق الثلاث حلقات قادمة. بشكر ضيوفي دكتور خالد حلقة ان شاء الله بيني وبين قبيصة الصيادلة نكون موجودين فيها، عشان بدعو الدكتور محي عبيد الكلام اناقشه وهو داخل مداخله الحياة بتبقى المساله صعبه جدا. انا دعيته على الهواء ولو هو موجود وعشان يعرف ان انا معلوماتي مش على فيسبوك من واقع انا بحضره معاه. بشكرك دكتور خالد زارع، شكرا جزيلا. دكتور شريف فتحي بكسور، شكرا جزيلا. والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعه. انتهى الطريق الثالث، ولكن بيت العيله هو التالي مع طارق عبد الجابر. انتظروا طارق عبد الجابر بعد الطريق الثالث، وانا هاني الدباني احييكم والتقيكم يوم الاحد القادم الى مثل هذا الموعد. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، الى اللقاء.